السلام عليكم شباب حسين وشوف وشباب الزهراء، النهارده هنعمل كلامنا في شباب الحكمة ونتكلم عن شباب الحكمة. في A و B and B are three consecutive steps in a geometric sequence. طبعا كلنا عارفين ازاي نجيب الـ R، فهنعمل كده C over B هتبقى equal B over A. لو عملنا كروس يبقى جيم تايم B هتبقى B power 2 equal A times C. لو حبيت اجيب B يبقى B equal positive or negative square root AT. ودي الطريقة اللي بجيب فيها الجيومتريك مين. يبقى الجيومتريك مين ما بين أي حاجتين تبقى positive or negative square root البروبابيلتي بتاعته. فلو انا عندي كده قال لي عايز الجيومتريك مين اوف سي اند بي، مش هذا اللي انا هقوله. الجيومتريك مين هيبقى ايكوال بوزيتيف اور نيجاتيف سكوير روت اي بي. طيب قال لي فايند ذا جيومتريك مين between A و B و C. يبقى هقول كده الجيومتريك مين هيبقى ايكوال كيوبيك روت A ساين B ساين C. طب لو كان عندي كروس بارتيكل زي مثلا قال لي فايند الجيومتريك مين between A و B و C and B، يبقى في الحالة دي هقول له الجيومتريك مين هيبقى ايكوال بوزيتيف أو نيجاتيف الكوس روت أوف A تايمز B تايمز C تايمز D. يبقى لو عندي كوس كوانتيتيف يبقى سكوير روت، في كوانتيتيف يبقى كيوبيك روت، كوس كوانتيتيف يبقى الكوس روت أند سو أون. طيب لو انا عندي قلت 7 و 14 و 28 و 56 و 112 و 224 دي جيومتريك سيكونس زي ما احنا عارفين. هلاحظ ان ال 14 هتبقى الجيومتريك مين بين ال 7 و 28، نفس الكلام ال 28 هتبقى الجيومتريك مين بين ال 14 و 56، برضه نفس الكلام هنلاقي ان ال 56 هتبقى هي الجيومتريك مين بين ال 28 و 112. يبقى زي ما احنا عارفين ده بقول عليه T1 وده بقول عليه T2 وده بقول عليه T سوري ده T2 سكند تير وده T3 وده T4. واضح الكلام؟ طيب السكند تير هو الثالث مين؟ الثالث تير هو سكند مين؟ والفورث تير هو الثالث ايه؟ مين؟ حلو الكلام؟ طيب انا عارف ان دي 2 ايكوال اي ار، وعارف ان دي 3 ايكوال اي ار باور 2، وعارف ان دي 4 ايكوال اي ار باور 3. طيب ما هو دي 2 هو الفيرست مين؟ و T3 هو الثالث مين؟ و T4 هو الثالث مين؟ يبقى هنا واضح حاجة إن الباور بتاعت الأر هي هي الأوردر بتاع مين؟ الباور بتاعت الأر هي هي الأوردر بتاع مين؟ يبقى هو لو قال عايز الفيرست مين يبقى أنا كده عارف إن الفيرست مين هيبقى TR باور 5. تمام.
نشوف اكزامبل على الكلام ده. يقول لي هنا انتر فايف جيومتريك مين بتوين تو ان 128 زي ما اتفقنا قبل كده في الاريثماتيك سيكونس ادي 2 اهي وادي ال 128. هو بيقول لي انسر 5 جامب فيت مين. عارفين يا ابنك ان ال 2 هتبقى هي ال 1 يعني ال 1 ايكوال 2 يعني ايه ايكوال 2 طيب. وهو قال لي انسر 5 جامب فيت مين. طيب احنا عارفين ان النمبر بتاعك يبقى ايكوال النمبر اوف تو بلس 2. يبقى في الحاله دي هقدر اقول على كل نمبر اوف تو ان هي تي 7. ليه؟ لان هو قال لي انتر 5 جامب بتوين 2 والنمبر 28. طيب تعالى نكمل الكلام ده. تي 7 ايكوال والنمبر 28. تي 7 اللي هي تي ار باور 6 هتبقى ايكوال 128. طيب وانا عندي ايه؟ 200 بدون يبقى انا ممكن اعمل سبستيشن على ايه؟ واحط 2 هنا تبقى 2 تايمز ار باور 6 ايكوال 128. هعمل ديفايد 2 سايد يبقى ار باور 6 ايكوال 128 ديفايد 2 وتطلع هتطلع 64. طيب دلوقتي انا عايز اجيب الار يبقى انا هجيب الار طبعا ممكن اشيل الباور زي ما يبقى ار باور 6 ايكوال 2 باور 6. طبعا هنا لما الباور ايكوال هيبقى البيت ايكوال بس طبعا عشان الباور ايكوال يبقى الار هتبقى ايكوال بوزيتيف ونيجاتيف 8 2. طالما الار يبقى انا كده هيبقى عندي 2 سيكول هيبقى عندي 2 سيكول. مره هشتغل مع الاي وهي ايكوال 2 والار ايكوال 2 يبقى في الحاله دي المين هيبقوا 2 تايمز 2 هتبقى 4 بعد كده تايمز 2 هتبقى 8 بعد كده تايمز 2 هتبقى 16. طيب اخر كير اللي هو 128 لما هعمله طبعا كده وانا ماشي كده بعمل تايم 2 وانا راجع هعمل ديفايد 2 يبقى هيطلع 684. ده لو كان الاي ايكوال 2 والار ايكوال 2. لكن لو الاي ايكوال 2 والار ايكوال نيجاتيف 2 يبقى المين هيطلع طبعا 2 تايم نيجاتيف 2 هتبقى نيجاتيف 4 تايم نيجاتيف 2 هتبقى 8 تايم نيجاتيف 2 هتبقى نيجاتيف 16 وبرضه اللاست تيرم هنا هيبقى نيجاتيف 64. وكده عملنا قلت له المين اللي هو بين 82 و 128. نشوف الضرب كمان طيب نشوف الضرب كمان يقول لي كده ده اريثماتيك مين اوف تو نمبر five and the positive geometric mean is four
was in the two numbers. هل طيب التو نمبر دول انا ما اعرفهمش فهعتبرهم ايه؟ فانا هعتبر ان التو نمبر دول هما اكس وواي. طيب هو قال لي ايه؟ هو قال لي ان الالفات المين بتاع التو نمبر دول هي 5. يبقى اقدر اقول ان اكس بلس واي اوفر 2 equal 5. ولو عملت كروس يبقى x plus y equal 10 ودي هتفهم شويه. بعد كده رجع قال لي ان البوزيتيف جيومتريك مين بتاعهم 4. يبقى معنى كده ان سكوير روت a سكوير روت x times y equal 4. ممكن اعمل سكويرات في 2 سايد عشان اخرج من السكوير روت. يبقى لو عملت سكويرنج يبقى في الحاله دي هتبقى a times y هتبقى equal c. طيب كده انا بقى عندي ايكويشن من السكند ديجري وايكويشن من الثالث ديجري. هتقول لي طب ازاي انا سكند ديجري وهنا دي اكس باور 1 ودي واي باور 1. طبعا انت عارف ان الصم بتاع الباور هو الديجري بتاع الثالث فهو اكبر صم في الاتموس. طيب المهم فهنا هجيب الاكسبشن من الثالث وهجيب منها اكس او واي. هجيب واي يبقى واي هتبقى ايكوال 10 ماينس اكس وهروح رايح للايكويشن دي واشيل كل واي واحط مكانها 10 ماينس اكس يبقى اكس تايمز 10 ماينس اكس ايكوال 16. هحط البراكت يبقى 10 اكس ماينس اكس باور 2 هدخل 16 بالمره يبقى نيجاتيف 16 كلام ده ايكوال 0. طبعا هدخل الايكويشن يبقى نيجاتيف اكس باور 2 بلس 10x minus 16 equal 0. طبعا ممكن اروح على دول الايكويشن root 5 3 هطلع في x يبقى هلاقي ان x هتبقى equal 8 و x هتبقى equal 2. ارجع اعمل substitution هنا تاني عن كل x انا جبتها يبقى لما x هتبقى equal 8 يبقى y هتبقى 10 minus 8 يبقى y هتبقى equal 2. بعد كده هعمل substitution على ال x 2 يبقى 10 minus 2 يبقى في الحاله دي هتبقى y equal 8 يبقى the two numbers هما 8 و 2 او 2 8 ما تفرقش. تمام؟ وكده نبقى قلنا نبدا مختصره عن الجيومتري او سوري الجيومتري.